حقيقة يعني من الأمور المهمة التي تغلف المشهد السياسي الكثير من عدم يعني المطبات التي قد تحدث في المشهد السياسي، وهذه المطبات هي ناتجة من ردود أفعال لمن فاته قطار الالتحاق بالمشهد السياسي والذي خسر الكثير من المرتكزات في المشهد السياسي. ويفترض اليوم يعني أن تكون هناك وقفة جدية من القوى السياسية برمتها، مثل ما أشار الأستاذ عدنان أنه الكل اليوم هي مساهمة في هذه الحكومة، وليس من الإنصاف والعدالة أن تعمل هذه القوى على تقزيم الحكومة وإفراغها من برنامجها الحكومي الذي جاءت به. هي أولى فقرات هذا البرنامج أو من ضمن فقرات هذا البرنامج هي محاربة السلاح المنفلت الذي يعني لدى الكثير من المواطنين وحتى لدى الكثير من العشائر، والذي أصبح يعني يفوق حتى سلاح الدولة وسلاح القوات الأمنية. وهذه نقطة مهمة جدا يجب اليوم العمل بها وتقزيمها وحسم هذا الملف، وهذا يحمل يعني هذه العملية اليوم تضع الحكومة بشكل كامل أمام مسؤوليتها ونجاحها في كشف الذين ساهموا في هذا الاختيار لخلق أجواء غير مستقرة اليوم أمام مسير هذه الحكومة.